أنا ميرا من فلسطين. تعرفت على مستشفى ناتشورال من الانستغرام. كانت فكرتي أن أنا أعمل عملية أنف كثير مخيفة وموترة، بس لما أجيت لهون وحكيت مع الدكاترة حسيت هيك برياحة، كل الخوف راح من عندي. كمان المستشفى كثير إشي حلو، مرتب نظيف، كمان كان في كل الوقت معي مترجم. فأنا كثير بنصح أي حدا حابب يعمل عملية تجميلية يجي على هذا المستشفى. بتشكر مستشفى ناتشورال وكثير انبسطت بمعرفتهم، معاملتهم بتجنن. وقف شوي. خلصنا اليوم.